تفضل. بالنسبه لموضوع الحفاظات النسائيه، نعم، انا ضد جميع الاعلانات اللي هي خارجه عن حدود الادب. طبعا الاعلانات دي ما فيهاش حاجه من الادب. ايه يجيبوا اعلان عن فوطه ويجيبوا اعلان عن مش عارف بزازه والكلام ده؟ خلاص بيوتنا هتنهار من الاعلانات اللي بتيجي الفاسده، عشان هم ياخدوا ملايين ويلموا ملايين يخربوا ودننا احنا. طب ممكن تشرب حاجه؟ على فكره بالمناسبه الحاجات دي احنا جايبينها بفلوسنا، مش يعني مش لو واحد يقول لك ده حاطط الكوز ده اسمه يا حاج لو سمحت بول 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 بول، لو واحد يقول لك مثلا بيشرب بول بول، فلا دي بفلوسنا احنا وبشقانا. احنا ما بناخدش فلوس من الاعلانات، احنا ما بنتجرش في شرفنا. هاي انتي